ثم صباحا مرة أخرى أهلا بكم، نحن متأخرين قليلا ولكن أهلا ومرحبا، فالغرفة ممتلئة. أنتم صباحا جميعا. اسمي كريس كالفيتش وأنا أنا ال سأكون ال كريس باكج منسق هذه الجلسة مع زميلتنا برونا. إن تجزئة الإنترنت أعتقد أننا تناقشنا في الأيام الثلاثة الأخيرة أو يومين ونصف حول هذا، فأرجو أن تكون فرصة في هذه الجزئة الرئيسية أن نتناول ما حدث من مناقشاتي في هذا المؤتمر ومنتدى، ولكن في مجالات مختلفة أخرى. وكما نعلم فأن الأجيف هذا العام تم تنظيمه حول بعض الأفكار التي الأمين العام للأمم المتحدة قام بوضعها من أجل إيجاد نظام رقمي عالمي موحد، و من أجل إدخال المعرفة بحيث تستطيع باختار أن يمكن تحقيق هذا النظام الموحد وأن نتوصل إلى وثيقة فعالة ولتفادي تجزئة الإنترنت. فهذه إحدى الأشياء، وهي كما أعتقد تتطلب أكثر من نقاط أخرى الولوج العميقة لتفهم ما معناها وماذا نتحدث عنه، ما هي كيف نستطيع أن نتفاداها وما معناها ودلالتها لاستخدامات الإنترنت وما يمكن للإنترنت أن يدخله على مجتمعاتنا. أيضا في الجلسة الرئيسية اليوم معنا مجموعة كبيرة من المتحدثين، ولكن سيقوم بإدخال إذن معارف متعددة. المناقشة عندنا أمانديب سيبجيل وهو المبعوث التكنولوجي للأمم المتحدة، عندنا تاتيانا تروبينا أستاذة من جامعة ليدن، عندنا إدمان شونغ مجلس إدارة من منظمة دوت إيجيا وعضو كذلك من مجلس إيكان، عندنا راول إجبيرية وهو مرتبط ب AI من أمريكا اللاتينية، إيميل أرغاندي خاصة بالسياسات في ميتا، شيتال كومار من الشركاء العالميون الرقميون وأحد الدافعين لسياسات الإنترنت حول تجزئة الإنترنت. وما أردنا أن نبدأ في هذه الجلسة وليس فقط الأخذ عن الشباب، ولكن نود أن نسمع منظور الشباب عن معنى تجزئة الإنترنت، ومن ثم وضعنا دعوة مفتوحة للتوصل إلى بعض الفيديوهات القصيرة من الشباب، ولكن الكثير بعضهم استطاعوا أن يقوموا بالزيارة، وأرجو أن سيسمح للشباب ويلهمهم للحديث عندما نبدأ في المناقشات. نستطيع أن نلعب الفيديو الآن. نرى الفيديو. عفواً لا نسمع، الصوت غير واضح. لا نستطيع عفواً أن نسمع المتحدث. لا نسمع الصوت.
نعتذر للسادة المستمعين، الصوت غير واضح وغير مفهوم. نعتذر للسادة المستمعين لرداءة الصوت وعدم وضوحه في القناة. أعتذر مرة أخرى للسادة المتحدثين لعدم إمكانية متابعة الصوت القادم من على الإنترنت. كنا نظن أن سيكون هذا العرض الأول عن المفاهيم حول التجزئة من الشباب، وأن هناك إذن مجموعة جديدة هم ينظرون إلى التكنولوجيا وغيرها، ولكن كذلك للتأكيد كيف هناك اختلاف في المفاهيم عندما تكون الخلفية مختلفة وحتى حول ما نقوم أن نتفهم. إذن هذا، وسننتقل إلى الحوار فحول تجزئة الإنترنت، فهي أحد القضايا الرقمية المعقدة التي أشار إليها الأمين العام للأمم المتحدة وأوصى بأن يتم تناولها في هذا
في الحوار، وأود أن أسألكم هل ستستطيعين أن تتحدث عن كيف التجزئة هي خطر، والفكرة لنا هي أن نتفهم ما هو المنظور الأمم المتحدة حول هذا، وقد أثير في جلسات سابقة، فنود أن نتحدث. شكرا جزيلا، ونود أن نهنئكم برونو وكريس لتغيير هذه الجلسة بإدخال صوت الشباب منذ البداية، فكان من المفيد الاستماع إلى منظور الشباب، فترون بوضوح أن خبرة المستخدم على الإنترنت مجزأة اليوم. هذه حقيقة، ونحن ننتقل من جغرافية إلى الأخرى أو من تطبيق إلى الآخر، فنحن لا تتوفر لنا عملية انتقال المرنة، وهذه عملية تجزئة خبرة المستخدمين حقيقة. هل هذه الشروخ من الجدية بحيث أنها تؤثر على الأسس الرئيسة أو الإنترنت الموحد؟ هذا هو السؤال الرئيسي، والسبب الذي دفع الأمين العام لأخذ هذا في الاعتبار من أجل هذا الحوار كان النتيجة لجدية هذا الخطر. إن عملية تجزئة الإنترنت في الحقيقة هي المعاكسة تماماً لما يسمى بالتعاون الرقمي، التعاون الذي نحتاجه عبر الدول متعددة، وكذلك هناك الأطراف المشاركة، هذا العكس إذن، وهذا مدى جدية هذا الحوار، ولذا يستحق أن يكون جزء من هذه المناقشة ومن المشاورات. ولكن ماذا يساهم في هذه التجزئة؟ هناك بالطبع على مستوى المحتوى هناك ما يستخدم في من المضار الاقتصادية أو النتائج الاقتصادية والاجتماعية لما يحدث على الإنترنت في دول عدة وفي ثقافة عدة، قد يكون لها نواحي تشريعية مختلفة، وسواء كانت مثلا دينية أو حساسيات مختلفة أو مظاهر قطرية حول مفهوم الخصوصية، بعضها يكون شرعي وأخرى تكون بطريقة فجة وتؤدي إلى التجزئة، وهذا جانب من القصة. والجزء الآخر هو الدوافع الاقتصادية التي تتسبب في عملية التجزئة. فمن ناحية سنجد أن الإنترنت الشامل المفتوح نتج عنه فوائد اقتصادية كبيرة، وأشار أحد الشباب إلى ما ذكره كالفرصة، ولكن هذه الأسواق كبيرة، هذه النتائج كبيرة للأسواق، فنرى جوانب أخرى للنجاح سواء في وسائل الإعلام أو غيرها. هناك إذن اعتباراتي، هناك من يقول لماذا لا يوجد إدارة مشتركة، كيف نستطيع أن أقوم إذن بتطوير اقتصادي، ولماذا لابد أن أتحكم إذن في المنصات وفي البيانات كمثل الأيام القديمة في القطاع الصناعي؟ هل هناك في حاجة إلى بناء وبناء الرواد الوطنيين؟ والنقطة الثالثة هي نقص التعاون الدولي المناسب، يترك للناس أن يقوموا بالعمل، وهناك نقص في التعاون بين الأطراف المعنية عالميا، وعلينا أن نتناول هذه المشكلة. وكما ذكرتم هناك سؤال طرحتموه ويعتبر انعكاس ذاتي لمنتديات الأمم المتحدة، أن نحن نشارك في عملية التجزئة في مناقشات الحوكمة. وبصراحة أحد الأعمدة الرئيسية لعمل مكتبي هو التجانس، فهو هام مثل عالم العولمة،
لتمكين الأمين العام إلى أي درجة إذا يريد منا الأمين العام أن نشارك في المختلفات في المنظمات المختلفة عبر الأمم المتحدة، ربما يشاركون في الأنشطة المادية أو ما يترتب من نتائج مثل التعليم وغيرها، وهل هي منسقة بوجه أكثر بحيث الدول الأعضاء والأطراف المعنية الأخرى لا ترتبك، كما مثلا تعريف كما قلنا الرقمي، فنحن هل نشارك أمم المتحدة كطرف واحد، ولكن سنجد أن هذا المنتدى يمثل دور كبير في التنسيق بين، فنحن في نظام الأمم المتحدة لأنه نساهم في هذه المهمة الهامة. جزيلا، وأعتقد أن هذه الفكرة رائعة، ولا سيما وضع استراتيجية ضد هذه التجزئة، وأنك تكرس جهد مكتبك لذلك. إن هذه الجلسة هجينة، والمتحدث التالي هي دكتورة تاتيانا بينا، وهي من لاهي. تاتيانا، أنت شاركت في المناقشات الأكاديمية الخاصة بالتجزئة، وأنت قمت بعمل مؤخرا يلخص كل ذلك. السؤال الذي أود أن أطرح عليكم هو: ما هو الوضع الحالي وما هي المخاطر الحالية الناجمة عن هذه التجزئة من وجهة نظر أكاديمية بحتة؟ وهل هذا تغير بصورة ملموسة خلال السنوات الماضية؟ وهل تم التركيز عليها أو كان لها الأولوية؟ هل كان هناك أي تغييرات؟ لأن الأمين العام للأمم المتحدة طرح هذا الموضوع. شكرا جزيلا، أنا سعيدة لأن أنضم إليكم عبر الإنترنت. سأبدأ بطرح الفكرة التي بدأت تنتشر، ومفادها أننا ننظر إلى التجزئة من وجهة نظر متباينة، من وجهة نظر البنية الأساسية والطبقية إلى آخره. من وجهة نظري فإن الإنترنت كانت دائما متجزئة، إنها مجموعة من الشبكات التي يتم إدارتها، ولكن إن التواصل ما زال قائما. كل الشبكات تستخدم نفس اللغة، وهناك بروتوكولات، وأيضا يتم وضع الاسم والعنوان، وهذا الاتصال هذا أو التواصل لم يتم طرحه مرة أخرى. إذن الإنترنت لن تكون مجزأة. عندما ما فكرنا فيه منذ 10 سنوات ماضية حول التجزئة تغير بعض الشيء، وأيضا من خلال الـ UAP مؤخرا. إذن هذا لم يتبلور بعد، إلا أننا نود أن نشير لماذا هذا النقاش مهم للغاية اليوم. هذا بسبب أن المنظمات الدولية والحكومة الدولية بدأت تستهدف هذا التواصل، وأن السلطات أو النظم السلطوية قامت باستهداف هذا النظام. ما يحدث في الوقت الحالي والذي لم يحطم هذا الاتصال والتواصل يمكن يؤدي في النهاية إلى فقدان هذا التواصل. هذا ما ينبغي أن نتناوله. إذا ما تجاوزنا النواحي التقنية، فإن استخدام مصطلح التجزئة ظهر مؤخرا. فعندما ننظر إلى البنى الأساسية على سبيل المثال، فإن الأمر لا يتعلق هنا بتجزئة الإنترنت. ما نراه الآن هو أن النظم السلطوية تستخدم نفس الأدوات لأسباب مختلفة لكي تبقي على نظمها،
وحماية بدعة وحماية مواطنيها، وبدأت فرضت قيود على الإنترنت وعلى الاتصال والتواصل والتعامل مع هذا التواصل بطريقة تتمثل في أنها امتداد لسلطتهم. وهنا فإنهم يستخدمون تجربتهم في مختلف نواحي الخاصة بالإنترنت. هذه القيود تهدف أساساً إلى انتهاك حقوق الإنسان. إن الأمر يتعلق إذن من بتجزئة الإنترنت، إذن هذه نوع من الرقابة والتحكم والقيود على الإنترنت، وهذا لن يؤثر في النهاية على الاتصال والتواصل على المستوى العالمي. إذن يمكن أن يتم اختراق هذا الانفتاح الذي وفرته الإنترنت. إن إذا ما أغلقت الإنترنت لن أطلق على هذا تجزئة، ولكن سأطلق عليه انتهاك الحقوق الإنسان، ولن يغير من تجربة المستخدم. كل هذا فإنهم يهدفون إلى عدم استخدام المواطنين لخدمات الإنترنت، وهذا خرقا لحقوق الإنسان. ولذلك فإننا أقول أن هناك رغبة وشهوة للسيطرة على الإنترنت. أعتقد أنه من خلال التعاون بين الدول يمكن أن نتغلب على هذه المشكلة. من المهم أيضا أن نركز أيضا على التعاون بين الأطراف أصحاب المصلحة، وأن يكون هناك نوع من الحوكمة للإنترنت، وهذا متواجد بالفعل، ولكن هذه الحوكمة تم المساس بها مؤخرا. عندما سنفتقد النواحي الفنية سنفتقد خدمات الإنترنت في النهاية. شكرا جزيلا تاتيانا لهذه المداخلة. أعتقد أننا نتفق أنه بصرف النظر عن الموقع الذي نتحدث عنه وحديثنا عن انتهاك حقوق الإنسان أو التجزئة، فإن كل هذا بدأ على الطبقة الخاصة بالبنية الأساسية. إذا هناك تجزئة فسيكون هناك مشكلة بالنسبة للجميع. أنتقل الآن إلى الحديث عن البنى الأساسية، وأنتقل إلى سيد تشانغ. كيف يمكن أن تعتبر هذا مشكلة وشاغل بالنسبة للدي أن أس؟ الكلمة موجهة للسيد أدمن تشانغ. شكرا جزيلا على دعوتي هنا. إن هذا الموضوع مهم، وهو موضوع تجزئة الإنترنت. أود أن أبدأ بتكملة ما قالته تاتيانا. ما هو المقصود بتجزئة الإنترنت أو عدم تجزئتها؟ هناك تجارب مختلفة للمستخدمين، وإن عملية التنوع لا يمكن أن نعتبره تجزئة. إذن في أثيوبيا مثلا وجدت أن هناك استخدامات للإنترنت باللغة الأمهرية، ولكن هذا لا يعتبر تجزئة. إذن ينبغي أن نستفيد من كل هذا لكي نفرق بين ما هو التجزئة وأيضا مستويات التجزئة التي نتحدث عنها، أي الطبقة الخاصة بالنواحي التقنية والبنى الأساسية والحوكمة. إن الإنترنت في حد ذاته هو نظام لا مركزي، وهذا لا يمكن أن نعتبره تجزئة في حد ذاته. إذن في آسيا على سبيل المثال لدينا سياسات مختلفة خاصة بدوت كوم أو دوت جي بي أو دوت كيدز، وهي مختلفة تماما وستكون مختلفة عن دوت كوم. إذن هذا مجال لتأمين
والحفاظ وحماية الأطفال وحقوقهم. إذن المخاطر تتمثل في الحديث عن التجزئة، وأحد الأمثلة هو السيادة الرقمية. إن الحكومات المختلفة تود أن تتحدث عن السيادة الرقمية عندما تحاول أن تفرض كل هذا على النواحي الفنية والبنية الأساسية. هنا تكمن المشكلة، هنا ينبغي أن نركز على هؤلاء الذين يحاولون أن يقضوا على تلك المؤسسة وعلى نموذج امتداد الأطراف الذي بنيناه عبر السنوات لكي نضمن أن تعمل الإنترنت على حالها. نحن ينبغي أن ندعم ICANN ونشارك في ICANN وفي منتدى حوكمة الإنترنت، وأيضا في النظام الإيكولوجي للإنترنت. من خلال هذا يمكن أن ندعم عدم تجزئة الإنترنت، ولكي نتفادى هذه التجزئة هناك طبقة تقنية ينبغي أن نركز عليها، ومن المهم أن نعمل من أجل دعم الDNS، وننتقل أيضا إلى تأمين الDNS، وأيضا كل ما يتعلق بالمعايير والIPv4 والIPv6، وأيضا أخيرا أود أن أشير إلى ما قاله أحد الشباب في الفيديو، إن الأمر يتعلق بالثقة. إن الثقة هي وسيلة تجعل الإنترنت غير مجزأة، وإذا ما حاولنا أن ندرج مزيد من البروتوكولات وبروتوكولات متعددة فإننا سنمس الحوكمة الخاصة بالإنترنت. لا نستطيع أن نحل هذه المشكلة من خلال ذلك. هذا التهديد لتجزئة الإنترنت هو الذي ينبغي أن نركز عليه ويكون شاغلنا. هناك ثلاثة نقاط أود أن أشير إليهما. ينبغي أن نعرف ما معنى التجزئة وعدم التجزئة الإنترنت. إن البروتوكولات والمعايير يمكن أن يتم تحديثها، وأن يكون هناك معايير مطبقة لكي نتفادى هذه التجزئة، ونعزز الطبقة الفنية، وأيضا نتناقش حول هذا الأمر على مستوى الICANN والIMF إلى آخره والIGF. ينبغي أيضا أن نضع في الاعتبار حماية حقوق الإنسان والحوكمة، وهذا هو أحد النقاط التي ينبغي أن نركز عليها لدى الحديث عن التجزئة. شكرا جزيلا. أنت أشرت إلى بعض النقاط الهامة للغاية. أنت لديك خلفية فنية علمية السيد راؤول تشيريا، ويمكن أن تتقدم إلينا بوجهة نظر القطاع الخاص في هذا الموضوع. أنا أتطلع إليك وأتطلع إلى المنظمة التي تعمل معها في أمريكا اللاتينية. ما هي الإجراءات الفنية والاقتصادية التي يمكن أن يتم اتخاذها لتفادي التجزئة؟ شكرا جزيلا، وشكرا لهذه الدعوة الكريمة، وشكرا لإعطائي فرصة التعبير عن رأيي ونقل خبرتي. أود أن أقول أننا ينبغي أن نقول أن التجزئة شيء نود أن نتفاداه، وهو أحد أن التكامل والاتساق إنترنت هو أحد أسباب نجاحها. المشكلة تكمن في أنه عندما يكون هناك رد
لعمل واحد رد مختلف واستجابات مختلفة داخل دولة بعينها، فإن الثقة تفقد، لأنك بالتالي لن تثق في الأداة التي تستخدمها. نحن أعتقد أن الشبكة الخاصة، السياسة الخاصة بهذه الشبكة تدرك هذا تماما. وهناك بعض الزملاء الذين تحدثوا عن هذه، عن تجربتهم فيما يتعلق بالتجزئة. سنركز هنا على الجانب التقني. نحن نعلم أيضا أنه داخل هذه الفئة هناك جوانب مختلفة، هناك تجزئة عمدية، وهذا ما تناولناه في الجلسة السابقة، وسمعنا قصص حقيقية عن بلدان تفعل هذا. وعندما يتم تحقيق هذه التجزئة بطريقة عمدية فهذا أمر سياسي، وبالتالي لا ينبغي أن نعتقد أننا يمكن أن نحل مشكلة التجزئة من خلال الناحية الفنية، لأن هناك عمل سياسي يتم من أجل تحقيق هذه التجزئة. هناك بعض، وشكرا للغة الإنجليزية التي تسمح لنا بالتفرقة بين السياسات وبين العمل السياسي. بعض الزملاء تحدثوا أيضا عن الناحية الجغرافية، ونحن نجد أيضا نوع من التجزئة داخل دولة بعينها، لأن متخذي القرار السياسي يحاولون أن يحلوا بعض المشكلات من خلال حلول بسيطة. هناك مثال يتمثل في فلترة المحتوى المضمون، لأنه ينتهك مثلا بعض الحقوق أو يعتبرون أنه غير قانوني. نرى هذا فيما يتعلق مثلا بالمقامرة إلى آخره، وهناك حالات كثير، وهناك بعض القوانين التي يمكن أن تضمن أن يكون مقدم تطلب من مقدم الخدمة الإنترنت أن يفلترها، وهذا الأمر معقد للغاية. إذن متخذي القرار السياسي لا يقدرون تقديرا دقيقا لدور مقدم الخدمة الإنترنت. وهناك ورقة جيدة ترجع إلى عام 2018 تعبر عن الآليات الخاصة بتصفية وفلترة المحتوى وما هي المخاطر المتضمنة. إذن الأمر غير بسيط، وإن المخاطر بالإضافة إلى المساس بالحقوق وحرية التعبير، هناك مخاطر أيضا للتجزئة، لأن هناك هذا سيجعلنا غير قادرين على الامتثال لنفس الأمر. التي تحاول حماية انتقال المكاسب، القوانين واللوائح لابد أن تطبق هنا، وهذا يؤدي إلى المشكلات التي ذكرتها من قبل، لكن الأمر قد يكون أسوأ ما نعرفه. التحول الرئيسي هنا هو أن القانون، شركة مثلا لا تمتثل مع بعض القوانين أو اللوائح لابد من إغلاقها، ولكن وفقا لبنيان الإنترنت لا نستطيع أن نحذف موقع بسهولة، لأن البنيان قد تطور، لدينا منصات، لدينا الكلاود، منصات السحابية التي تستضيف خدمات، وشركات لا تستطيع أن تحذف
amazon.com مثلا او facebook.com بسهوله. ولذلك محاولة الامتثال بالقوانين واللوائح أو تنفيذ قرارات عالية الخطورة، هذا الأمر لابد من تجنبه. شكرا جزيلا. أعتقد أيضا أنك تحدثت عن نقطة وجيهة جدا ذات صلة، أننا جزء من مؤسسة كبرى، وأنها شيء نناقشه في الاي جي اف، أن كل أصحاب المصلحة لابد أن يتبنوا لتجنب تجزئة الإنترنت. لدينا سؤال من ميتا. سؤالنا: فيسبوك ومنصات السوشيال ميديا الآن تلعب دور معقد أكثر في مناقشات تجزئة وتقسيم الإنترنت، كيف ترون في القطاع الخاص تلك المنتديات والدور الذي... شكرا على قبول الدعوة. شكرا جزيلا. شكرا على دعوتي ودعوة ميتا لكي تشارك في هذا الحوار، وأشكركم على إرسال صوت الشباب. هناك الكثير من ورش العمل التي أحضرها ولا تنقل صوت الشباب في محور المناقشات، فأشكركم على المبادرة. كما ذكر المتحدث السابق، التكنولوجيات الرقمية حينما تستخدم بمسؤولية يمكن أن تخلق فرص للجميع وتحويل حياة البشر والمجتمعات المحلية، لأنها محرك رائع للابتكار. هذه الإمكانات والطاقات الرائعة كما ذكر المتحدثون يمكن شحذها فقط لو أن الطبيعة الأساسية للإنترنت مفتوحة على شبكة متفاعلة ومتبادلة التفاعل. واحد من المتحدثين أيضا ذكر أننا بحاجة إلى الحفاظ على الحقوق والحريات والحفاظ على ثقة المستخدمين في استخدام الإنترنت. منصات مثل ميتا لدينا دور مهم نلعبه لتجنب تجزؤ الإنترنت. 3.5 مليون مستخدم شهري عليها. واحد من مهامنا الرئيسية أن نفتح إنترنت بثلاثة أذرع: أولاً أن الحفاظ على حقوق الإنسان ونحن نطور منتجاتنا وسياساتنا، ثانياً إدراك حالات يمكن أن تلعب فيها الحكومة دوراً في الدفاع عن الإنترنت المفتوح، ثالثاً الحفاظ على التعاون الدولي ومبادرات التعاون في الدفاع عن الإنترنت المفتوح. وهذا هو دور ميتا. كيف نلعب هذا الدور في ميتا؟ كما ذكر بعض المتحدثين أن الناس في العالم يمارسون بشكل متزايد حقوقهم لحرية التعبير، وبعض منا نستمتع بكأس العالم لكرة القدم على الإنترنت، وإتاحة المعلومات تساعد في التعليم على الإنترنت، ولكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نهرب من التحديات الراهنة الحرجة. أولاً أن الناس صامتة، الناس الذين يستخدمون المنصات أو الإنترنت صامتين، أو أحياناً ليس لديهم القدرة التعبير عن آرائهم بسبب القيود على الإنترنت المفتوح. ثانياً انتهاكات حقوق الإنسان تظهر كثيراً على الإنترنت: المعلومات المضللة، خطاب الكراهية، جرائم الإنترنت، كل ذلك يتم على الإنترنت. ماذا يمكن أن نفعل كمنصة لتجنب هذا التجزؤ أو التقسيم؟ هو منهجنا. لقد اتخذنا خطوات عديدة، وضعنا حقوق الإنسان في مركز منهجنا. أولاً بنينا فريق لحقوق الإنسان، ربما البعض منكم التقى مع فريقنا المعني بحقوق الإنسان، وتبنينا سياسة قوية لحقوق الإنسان، ودشنا مجلس خاص بحقوق الإنسان، وسندنا ونشرنا أول تقرير لحقوق الإنسان. من الأمور التي نقوم بها أيضاً
والتي يركز عليها فريقي هو اشراك المعنيين في قلب تطوير معايير المجتمع المحلي لدينا، ونركز على الفئات غير الممثلة أو المجتمعات المحلية المهمشة في عملية التطوير. هذه بعض النهج والمقاربات التي تبنيناها. أذكر أيضا أعلم أن كان البعض منكم قد حضر الجلسة الافتتاحية. من الأمور التي ذكرها أحد المتحدثين النهوض بالجهود لتعزيز التفاعل والربط على الإنترنت. بعض المتحدثين تحدثوا عن بعض الأمور التي تسهم في التجزؤ وتقسيم الإنترنت، لكن الإتاحة نفسها ليست كافية، لكن الإتاحة واستخدام الإنترنت بشكل مفيد عن طريق محو الأمية الرقمية وعن طريق توفير بيئة خالية من التنمر وخطاب الكراهية. متى تريد أن تصبح جزء من الحل وليس جزء من المشكلة؟ لكننا نفهم أيضا أننا جزء من بيئة، من إيكو سيستم، في صناعة متعددة القطاعات والمحاور والملامح. شكرا جزيلا، إليك الكلام. بشأن قضية التجزؤ الإنترنت، من الأمور المعقدة لجمع محاور هذه الجلسة والتعامل مع هذه القضية أن هناك عمل متوازي يتم في مجال السياسات حول تجزؤ الإنترنت. متحدثنا الثالث شيجان كليمر شريكة عالمية وستحدثنا عما يحدث في شبكة السياسات. عقدت شيتال كومار، وقبل إعطاء الكلمة لشيتال أود أن أذكر أنه في روح هذا الاجتماع هناك مناقشات عبر منصة الزوم، فمن يريد الدخول على الزوم تشات هناك مناقشات تجري يمكن المشاركة فيها. واحدة من نقاط على الرغم من تجربة تجزؤ الإنترنت والتجزؤ على المستوى التقني الذي تعاملت معه الإطار، هل يمكن لشيتال أن تحدثنا عن شبكة السياسات وكيف تندمج في مناقشات التي نحن بصددها؟ شكرا كريسن على وجودي. كما ذكرت أنا ميسرة لشبكة السياسات المعنية بتجزؤ الإنترنت، وأنهينا جلستنا للتو قبيل هذه الجلسة، وطرحت أسئلة حول شبكة السياسات وطريقها المستقبلي، وسؤال طرح أيضا هذا التجزؤ يحدث بالفعل أم أنه سيحدث؟ الأمر مثير للاهتمام. نحن ننتقل من الإنترنت التفاعلي التبادلي المفتوح، ونريد أن نفهم بالطبع هذا جزء من التمرين أو البرنامج الذي نعده. هناك بعض التهديدات هنا أو مشاكل. شبكة السياسات قد أسست لحل هذه المشكلات والقضايا. حينما نتحدث عن تجزؤ الإنترنت، حينما بدأنا فهمنا أن هناك أكثر من منظور لفهم المشكلة. عقدنا ويبينارز أو جلسات، ونظمنا مسوح استبيانية للتعرف على قضية تجزؤ الإنترنت، ونفترض آراء الآخر. لم نفترض أن الناس تفترض نفس الشيء، والنتيجة كانت عنصران خاصين بالإطار الذي يشار إليه. كما ذكرتم تجربة المستخدم في الإنترنت أنها متجزئة ومتشرزمة، وكما ذكر من قبل أن التفاعلية التبادلية والربط على الإنترنت بالفعل يقوم بعمله، يمكن أن يحدث، ولكن عمليا المستخدمون
نتيجة التدابير والإجراءات التي تعطل تدفق المعلومات عن قصد وتحذرها أنها ليست متصلة وليست مرتبطة بإنترنت تبادلي. هذه تجربة مستخدمين، وكان هناك متحدث سابق تحدث عن بعض عناصر الطبقة أو المستوى التقني وتقويض التفاعلية والربط على الإنترنت، وهناك أسئلة كثيرة ترتبط بالجانب التقني. كيف نطور الإنترنت حتى نستطيع أن نوفر بيئة محمية بعيدة عن أي تهديدات أو مخاطر؟ هناك أيضا بعض الممارسات العملية التي تهدف إلى تحقيق الإتاحة. إذا وهذا قد يؤثر على التفاعلية التبادلية. هذان عنصران لازلنا نبحثهما، قد لا يتمتع بالشمولية والاكتمال، يحتاجان إلى المزيد من العمل والتعرف على ما تجربة المستخدم فيما يتعلق بتجزئة أو تجرذم الإنترنت أو التجرذم التقني للإنترنت. نعتمد على مشاركة الجميع ومساهماتهم لدعم هذه المبادرة. الأمر الآخر، تعليق عام دائما نسمعه أثناء الجلسات الافتراضية في شبكة السياسات وهي حوكمة الإنترنت لو أنها ليست متعددة الأطراف المعنية وجمع الأطراف المستقلة للعمل معا والتعاون معا، فإن هذا يشكل تهديدا للإنترنت. علينا أن نحافظ على هذا التشابك، هذا عنصر عام جدا ومشترك، سواء كنا نتحدث عن سياسات أو جوانب تجارية أو وجود قوانين، فإن هذا يؤثر بالطبع على الإنترنت وتشرذمه وتجزؤه. أتمنى أن نلخص ذلك في مجال شبكة السياسات، ولكن في الأشهر الماضية نحن عملنا بالفعل على بناء ما لدينا بالفعل مع وجود فهم مشترك لطبيعة القضية، ونقدم حلول داعمة وتوصيات للمجتمع العالمي والدولي لتجنب تجزؤ وتشرذم الإنترنت، وندعم وندافع عن الإنترنت المفتوح Open Internet. أن كما قلنا هو هذا حوار مهم للغاية، وأشجع الناس للدخول فيه مع شبكة السياسات Policy Network لاستكمال النقاش. شكرا جزيلا. شكرا شيتال. أعطي الفرصة للمتحدثين للتعليق على ما ذكر من قبل. أدمون، أبدأ بأدمون. أريد أن أضيف كما ذكر دكتور راول، كما تحدثت عن كأس العالم لكرة القدم، من المهم وأنا هنا في إثيوبيا حينما أفتح التطبيق على التلفزيون لا يعمل بسبب وجود ترخيص وموافقات، ولكن هذا لا يشكل تجزؤ أو تشرذم إنترنت. ولكن حينما أعود إلى مكتبي أستطيع أن أشاهد التلفزيون، ولكن إن لم أتمكن من القيام بذلك بشكل مستمر هذا تجزؤ أو تشرذم. حينما أعود إلى مكتبي هنا يسمى تجزؤ، ولكن بدون استخدام VPN فهذا لا يسمى تشرذم أو تجزؤ إنترنت. شكرا. في تعليقاتي السابقة تحدثت عما يجب أن نفعله لتجنب تشرذم أو تجزؤ الإنترنت. اتضح من التدخلات السابقة أننا لابد أن نراقب الأمر ونتابعهم. هل تجربة التجزؤ والتقسيم مستمرة أم متقطعة؟ العمل الذي تحدثت عنه شيتال لابد أن يتم بصورة موسعة، أن يكون هناك علامات إنذار مبكر حتى نقي أنفسنا من تجزؤ الإنترنت. الجزء الثاني، المستوى التقني. كان إن هناك مرونة
من مؤسسات الحكومية في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الثقة في حوكمة متعددة القطاعات للمستوى التقني بصورة مستمرة، يعتبر عنصر مهم جدا لطبيعة العمل في المستقبل. والأمر الثالث إنما يتعلق الأمر بمجال السياسات ومجال الحوكمة، كثيرون منكم قد قرأ عن هذا الأمر عبر الإنترنت، ربما جاء بشكل من السخرية، لكننا بحاجة إلى إقامة التعاون والتنسيق بين الولايات القضائية المختلفة والدول المختلفة، الاتحاد الأوروبي، الصين، الولايات المتحدة، برازيل، الاتحاد الأفريقي. التعاون الرقمي مهم جدا، لابد من تسهيله ولا يمكن أن يترك للقنوات الثنائية. بالطبع هناك تعاون رقمي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيره، لكن هناك مجالات أخرى مهمة للمجتمع العالمي الأوسع نطاقا، ويضيف قيمة كبيرة جدا فيما يتعلق بالتحالف الرقمي العالمي. شكرا جزيلا. سنأخذ أسئلة من خارج المنصة. تحدثتم في هذه الجلسة النقاشية عن التدابير والإجراءات الأخرى التي نطبقها عمليا نحو التحالف الرقمي العالمي. المتحدثون إن أرادوا التعليق هنا أو ذكر مجالات أو نقاط أخرى يريدون الحديث عنها. حسناً، تفضلي. أهلاً، شكراً جزيلاً على الفرصة لإعطاء الكلمة. تحدثنا اليوم عن تعريفات مختلفة للتجزؤ تقسيم الإنترنت، ولدي مثال جيد كيف أصيغ مسألة تجزؤ الإنترنت كل يوم. نتيجة تجزؤ الإنترنت يحدث حينما أنا كمستخدم لا أستطيع الدخول على خدمات إنترنت أو هناك حظر علي. اليوم في بلادي 140 مليون شخص لا يستطيعون خدمات الواسعة بسبب سبب عجيب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت عقوبات على استيراد بطاقات الائتمان إلى روسيا، وأنظمة المدفوعات المتركزة في الولايات المتحدة الأمريكية غير محمية من التدخل السياسي. أعتقد أن التدخل السياسي هو السبب الرئيسي الجذري لتجزؤ الإنترنت. وسؤالي لكل المتحدثين، تحالف الحوكمة العالمية ماذا بوسعه أن يفعل ذلك لحل هذه المشكلة؟ شكرا. سنأخذ سؤالين أو ثلاثة ثم بعد ذلك أراكم، وهناك ربما نستطيع إذن أن نمضي قدما. شكرا جزيلا برونو، وشكرا أن نتحدث عن الاتصالات المتقدمة، وشكراً لهذا المنتدى الجيد ولعمل شبكة CSAT لذا مفيدة للغاية. أود أن أؤكد على نقطتين أشرها المتحدثون ثم أطرح سؤال. أود أن أؤكد على ما ذكرتموه حتى عملية أنجال، عملية التجزئة بطريقة طبيعي على مستوى المستخدم، فعملية التقسيم التجزئة يتدخل. فبطبع نحن نود أن نقر أن هناك التجزئة فنية الآن، ولكن أو تقنية، ولكن لا يجب أن نسيء تقدير تأثير السياسات والخبرات من أجل إذن التعامل ما يتم عن ناحية الفنية. فالابتكاري أو التحديث لا يدخل أمور جيدة دائما، وهناك كذلك خطر
عدم الاعتراف بالتجزئة في تجربة المستخدمين، لأن هناك عملية عدم مساواة في الولوج أو الوصول، وهذه إذا قمنا بجعل هذه الموضوع طبيعي أو نتجاوز عدم المساواة في الولوج، لا نستطيع أن نوصل إلى الفائدة العامة للإنترنت. فلا أريد أن أقلل من عملية التجزئة التقنية، أنا أعرف أنها بالغة الأهمية، ولكن أطالب المجتمع التقني أن يواجه الحقيقة والمخاطر الحقيقية التي تحدث اليوم. فالسؤال الرئيسي وهو بالغ الأهمية وأرى مدى صعوبته، هذا التعاون بين الفني وبين التنسيق وبين الفاعلين السياسيين. أعتقد أن زميل تحدث عن كيف يمكن دعم هذا التنسيق التعاوني، ومن ثم ما أود أن أسأل المتحدثين أن تفكر كيف ستقومون بتقدير مرحلة التعاون بين التنسيق التقني آيبان ومجتمع الإنترنت إلى آخره، الأخير كل المنظمات التقنية والتعاون والتكامل مع من يقومون بالسياسات العامة وحقوق الإنسان إلى آخره. شكرا جزيلا. اليد التالية. أهلا جميعا السادة الأصدقاء والمشاركين، شكرا للمتحدثين حول العروض الملهمة. وأنا أود في الواقع أن أضيف إلى المنتدى الدولي وعملية الإنترنت وشموله في من منظور التجزئة، فنحن في حاجة إلى التعاون بين الدول النامية والمتقدمة، فهناك إجراءات عائقة تقوم بحجز العمل مع دول وتجعل بعض المنتجات تجعل من التعاون الدولي أمر مستحيل، وحتى يكون هناك تضامن وتعاون كما أوصت في وثائق الأمم المتحدة مثل الأجندة المشتركة وغيرها. لابد أن تكون هناك بيئة تمكينية حول النقل للتقنيات المتقدمة وبناء قدرات الاتصالات وغيرها. فالسؤال يذهب إلى السيدة ديل، المبعوث للتكنولوجيا للأمين العام السيد جيل. كيف نستطيع أن نتعامل مع هذه المشكلة؟ شكرا. والسؤال الأخير دكتور. شكرا شكرا لكل المعلومات، وسأتحدث بالفرنسية. السيد دارنكو للأمم المتحدة، السيد أمدب، وسؤال المتحدث، فلقد رأينا نتحدث عن حكومة الإنترنت والتجزئة، وهناك الناحية التقنية، من يفعل هذا ومن يقوم بهذا في حالة الدولة، ولكن هناك كذلك الجانب التجاري من عملية التجزئة. ونتحدث للجافا وهي مستقلة لا تخضع لقواعد، وأنا أحدهم، فمثلا قام بوضع بكابلات البحرية ومن خلال بروتوكولات مستقلة، ومن ثم نتحدث عن هذا سيكون له عوائد التجارية. فإذن كيف نستطيع أن نتحدث عن حكومة الإنترنت ويكون لها تأثير؟ نتحدث عن مزودي الخدمات هؤلاء، كيف نستطيع أن نتفادى التجزئة التجارية التي بدأت ببعض الشركات ثم بعد ذلك قد نجد شركات صغيرة، وخصوصا نجد التجزئة التجارية وكما الإنترنت هو عالم افتراضي، فهو ما نتحدث عنه هو أعمالنا، فكيف نتعامل مع الإنترنت في الغد من خلال 10 عام؟ لن يستطيع أحد في القاع أن يقول
كيف سيكون وإلا ما كنا جالسين هنا. شكرا. نستطيع أن نأخذ بعض الأجوبة. عفوا، هل أستطيع أن أتحدث؟ كان هناك سؤال أخير من الأشخاص الذي فتحوا الميكروفون. هل أستطيع أن أتحدث؟ نعم. شكرا جميعا لإعطاء الكلمة. هل تسمعونني جيدا؟ هل تسمعونني جيدا؟ نعم. أهلا بكم وسادة المتحدثين. أنا أمير مكاني من الأكاديمية الإيرانية، وأود أن أتحدث عن السبب الرئيسي لتجزئة الإنترنت. فأعتقد السبب الرئيسي في هذا الصدد هناك أربعة أسباب. أولاً عدم احترام السيادة الوطنية وقيم الدول والمساواة في السيادة، فهذا بالطبع هناك اتجاهات مثل تسليح الإنترنت واستخدام العسكري الإنترنت واستخدام من أجل تحقيق أهداف سياسية غير عادلة. والسبب الثالث هو الإجراءات القهرية بذات اتجاه واحد. والسبب الرابع عدم تعاون المنصات العالمية في إنفاذ محتوى غير قانوني في الدول من أجل الإثارة والعنف وحملات التعتيم المشتركة. واقتراحي هو أن واحد، تطوير قواعد موجزة دولية من خلال اتفاقية بين الحكومة تتفق على القانون الدولي، فمثلا اتفاقيات الدولية حول إذن سيادة البيانات. ثلاثا، إيجاد إطار وقواعد عالمية حول السلوك المسؤول على المنصات ومزودي الخدمات. المقترح الثالث أن نحدد الإنترنت كبيئة سالمة للخير العام خلال توقيع إعلان عالمي كل الدول الأعضاء، وتحديد طبيعة الإنترنت كبيئة سلمية وليس إذن مجال المعارك، لفرض بعض العقاد واستراتيجيات للدول التي تؤدي إلى تقسيم داخلي. وسؤالي لكل المتحدثين وخاصة السيد، ما هي مساهمة هذا التجمع الرقمي العالمي لحل هذه المشاكل؟ كيف يستطيع إذن التجمع الرقمي العالمي تناول هذه القضايا الخاصة مثل السيادة الوطنية وعسكرة الإنترنت والسلوكيات غير التعاونية؟ شكرا جزيلا لأعطي الكلمة لطرح أسئلتي. شكرا جزيلا للأسئلة. هناك سؤال أخير في المنتصف. شكرا جزيلا برونا، شكرا جزيلا للمتحدثين، ونحن نثمن كذلك متابعة التعقيب حول كيف يمكن كيف يتم تمكين الشباب. وأنا في الوزارة الخارجية البرازيلية، وأسعدني أن أسمع أن ممثل البرازيل للشباب يرى بعض الدوافع الرئيسية لعملية تجزئة الإنترنت، تجزئة التعاون العالمي كذلك هو أحد الجوانب التي نراها كطريحة لما
خاطر دائما، لأنه سؤالي يرتبط بالعلاقة بين تجزئة الإنترنت. هناك مواقف حيث سنواجه تجزئة وسنحتاج إلى المتحدث صوته غير واضح، فكيف نستطيع أن نتعامل مع المضي قدما لنتجاوز النموذج للتمكين الذاتي وأن نستطيع أن استثمار التضامن البشري بحيث نستطيع أن نعزز تضامنا عملي ذي دلالة واتصالية دلالة، وضمان أن نستطيع أن نعزز ونضمن عدالة. شكرا برونو، شكرا تيليا. نحن أمام 15 دقيقة متبقية، وكان مفيدا أن نستمع لكل تعقيبات المتحدثين، وأشكركم للأسئلة كذلك. وأود أن أسأل المتحدث ربما أن نعود بترتيب عكسي ونعطي الجميع فرصة للقيام بتعقيبات أخيرة، ومن الواضح أن هناك بعض الأسئلة من الحضور، ولكن نتفهم أن الاي جي اف يعمل من بعض الرسائل حول إذن المجمع الرقمي العالمي. هناك كثير من الأسئلة. ربما البعض إذن غير متصل، ولكن بصفة ونتحدث والتزام المجتمعات المختلفة والفراغات حيث تتخذ القرارات ولها تأثير على الآخرين، وكيف مثلا بعض الأطراف الآخرين بخلاف المجتمعات التقنية لا تأخذ لها أماكن محددة والعكس. فأعتقد أن هناك بعض الأطراف الفاعلة أو ما التجاريين أصحاب الموارد الداخلين في عملية مستعرضة خاص بين السياسات والمعايير ومساحات اتخاذ القرار، ولهم تأثير على الإنترنت، ولكن آخرين ليسوا داخلين أكثر. فأعتقد لا يجب أن فهم واسع لتأثير الجميع، ولابد التفكير في الموارد في المجتمعات المدنية التي لا تتوفر الموارد الكافية، ولكن أعتقد أن هناك مصلحة المصلحة العامة، وكذلك متخذي القرارات قد لا يتوافرون دائما، ومن ثم هناك ذلك وهناك كذلك. ذكرتم كيف الذين تتوفر لهم الموارد يستطيع أن يشكلوا المناقشات في مجالات ما أكثر من الآخرين، ودعوة حاجة للجميع أن يكون أكثر تشاركا في تفهم هذه التأثيرات خاصة من عملية التجزئة، وكيف بطريقة إذن ما مؤثرة تستطيع أن تؤثر على الإنترنت أقل ترابطا أقل اتصالا وتفاهما. هناك تعقيدات لتفهم كيف ولماذا حدث هذا. أعتقد هذا أمر أساسي، وهناك مناقشات أكثر الآن وأكثر تحديدا، هذا من المفيد أن نقوم بطرح هذه السؤالات هنا، وستوقف وأطرق إذن الكلمة للزملاء الآخرين. أملا هل أستطيع أن أعود إليك لبعض الملاحظات الختامية؟ هل تسمعونني؟ نعم، شكرا جزيلا بإيجاز، شكرا لكم جميعا للأسئلة، وسأذهب إلى تناول بعض الأسئلة الخاصة على التعاون. وأعتقد أن من أساس التعاون
وهل الأمر يسير على وجه جيد؟ أعتقد مجال للتعاون، وهناك بعض الأطراف الفاعلة التي تشارك وأخرى لا، فالحوارات التي استمعنا إليها هنا توضح أن ما زال هناك حاجة الحوار أكثر تفصيلا والتعاون لازما، ولكن الإجراءات أو المتابعة مستحيلة بدون تفهم القضايا المطروحة من ثم لوضع السياسات والصناعات الصديقة. أعتقد لابد أن نتفهم نظام الإنترنت وخاصة الوضع السياسي وعملية الحوكمة والمشاركة والاتفاقات التي تعطينا نقطة بدء. ففكرة حتى مع سياساتي تجزئة الإنترنت تعطينا نقطة منطلق للحوار، ولكن الفكرة كيف سنأخذ هذه الحوارات وإذا نتناول هذه الأماكن المغلقة للحوار بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع التقني. شكرا إملا. سنستمر. راول، هل تود أن تعقب نهائي؟ شكرا. أعتقد أن بالحديث مرة أخرى عن عملية التجزئة كنتيجة إذا نبع من التشريعات، وأعتقد أن علينا أن نتعمق. فأعتقد أن شبكة السياسات هي أداة جيدة لتناول واستمرار مناقشاتي ولإظهار ما هي التجزئة وما أسبابها، ولتوفير أدوات يمكن استخدامها من مواضيع السياسات. فنحن في حاجة إلى الاستمرار في العمل لإقناع وضع السياسات أن عليهم أن يضمنوا جميع الأطراف الفاعلة منذ أو المعنية منذ البداية حتى نتفهم لنتاج بعض الأفكار التي تبدو جيدة، ولكن أحيانا كثيرة لها نتاج أخرى ليست التي يتطلعون إليها. ولكن لهذا نحن في حاجة إلى تطوير الثقة بين الأطراف المعنية، وأعتقد أن يأتي مثل هذا المنتدى مهمة لذلك. وكذلك نحن في حاجة إلى طرح أوضح لوضع السياسات على المستوى الوطني، ومن أجل الثقة في الآليات. وأعتقد أننا لم نتناول هذا بالطريقة المتناسبة، وعندنا إذن آليات دولية على المستوى الدولي ولكن ليست ممكنة على المستوى الوطني. نحن في حاجة إلى المزيد من العمل، وما ذكرته أريتا عبر التعاون مع المجتمعات الفنية كمراقب، ولكن كفاك العملية. أعتقد أن التعاون جيدا في هذا الصدد، ونحن في حاجة إلا أن المجتمع الفقهي يشارك أكثر في المناقشات التي أعتقد أحيانا خارج نهجهم، ولكن لابد أن تكون هناك حتى تقوم بتوفير المنظور التقني في المناقشات. وأرجو أن المجتمع الفني يستطيع أن يساعد، وبالطبع هنا شبكة سياسات أمر أساسي المساندة. فأعتقد أن الثقة أمر أساسي. والسيد إدمان، هل هناك إجابة على الأسئلة؟ شكرا لكل طرح جميع الأسئلة، وود أن أتناول بعض الأشياء من أريتا أثرت عملية عدم المساواة في الولوج. أعتقد أن هذا أمر أساسي، ولكن نتحدث ما هو التجزئة أم لا. فإذا تحدثنا على
هو الانترنت اعتقد انها عملية تجزئة، ولكن بالنسبة الولوج والجودة فالتدخل يحدث عندما يوجد مثلا الموردين ذي التصوير صفر، ولكن فقط على منصاتهم، وهذا عملية تجزئة، وهذه الجزء المنعزل فهي جزء من التجزئة لخبرة المستخدمين. وأعتقد شيء آخر بالغ الأهمية من الجلسة هو أن أريت ومنديب قد أكدوا على أن عملية التجزئة على مستوى أعلى، فإن الذكاء الهوى واسع قد تؤثر على الطبقة التقنية. ولكن أعتقد أن المجتمع الفني لقد أخذ الأوقات كثير كثير من نقاطي كأمر ساري، ولكن لا نستطيع أن نتحدث عن هذا، فلا نستطيع أن نتحدث على مثل هذه القرارات من مجتمع الإنترنت و ITF وغيرهم أن يأتوا هنا أو أن يشاركوا. وعلى العكس هناك إذا موضوع الثاني في اليوم عملي الجزء الثاني هو لهذا المجتمع أن يشارك وعلى المستوى التقني، لأن منفتح كذلك بكثير من أطرافي الفعل. والنقطة الأخيرة التي أود أن أتحدث عنها فيما عمليات المجمع العالمي للإنترنت ليس فرد فقط، لابد فرد نموذج لجميع الأطراف المعنية، ولكن كذلك المؤسسات التي تقوم بريادة هذا العمل التعاون مثل ICANN و IGF وغيرها من سجلات النطاقات المحلية، فلابد من ضمان أن لها قدرة على إنفاذ والثقة في عملها وهذا سيكون بالغ الأهمية. ولكن مهما كتبنا ورقة، ولكن الأهم هو المشاركة. وأعتقد أن المجتمع المهني كان نشط منذ 17-20 عاما، كان نشيط هذا، وهذا وضعنا على مسار الـ IGF ومسار هذا النموذج متعدد الأطراف. وأعتقد أن الأوان أنها تعود وتشارك في ICANN وفي الـ IGF، وهذا الطريق لتفادي التجزئة. الآن توتانيا ترافينا أونلاين المتحدث ما قبل الأخير تعقيب النهاية. شكرا، لقد كتبت 4 صفحات ولك تحاول الإيجاز. أعتقد ما نراه أثناء الجلسة كيف نستطيع أن نتناول عملية التجزئة، وكيف إذا يحدث في هذه المناقشات نحن عادة نتحدي بعضنا في عملية التجزئة، وهل الممارسة التجارية عملية التجزئة بدل ما نتحدث على ما يجب أن نقوم به. وكذلك الاستجابة إلى مسألة أدمند في ما يكرتم، أعتقد أن هذا التنوع من أن يمكن نحن نركز دائما فيما يخص بالإنترنت، ولكن أنا أعتقد أن الدول كثير من الدول لم تلتزم إذا في الحوكمة، ولم تلتزم الإنترنت، ومن ثم هناك أدوات أخرى. فكثير من الدول تحدث ملتزم بالمساواة وبالتنمية، وبعض الأدوات يمكن استخدامها لتناول كثير من أسباب التجزئة التي ذكرت اليوم. أود التركيز عليه أنه ما ذكره أدموند
أن إذن هذه الطبقة التقنية لم يكن أي منظمة فرضت هذا، فالمجتمعات قامت بتطبيق هذه المعايير والمجتمعات تثق فيها. وسؤالي سيكون الثقة كذلك، فنحن لابد أن نتفهم أنه علينا أن نقوم حل عملية التجزئة والخروج ما هي التجزئة وسأعود إلى مداخلتي الأولى. متى قمت بالتغلب على الطبقة الفنية فهي أسلوب المحدثة؟ وأنا أتوافق مع إدموند، لقد شاركت في آيكون وآيكون لها مهمة فنية، ولكن أعتقد أن المجتمع التقني بينما له مهمة، فعلي أن يخرج من الأبراج العجية ويشرح لواضيع السياسات أن الالتزام متى إذا دخلنا في هذا النموذج قمنا بكسر الثقة، ومن ثم سنقوم إذا بالتأثير على الإنترنت. شكرا، شكرا جزيلا تانيا. سأمنديب لبعض الطاقيب النائية وحول كذلك ما ذكر حول دار الأمم المتحدة. أود بداية أن أجاوب على سؤال زميلنا الفرنسي. اللاعبين التجاريين لابد أن يتحملوا مسؤوليتهم، ومن تالي ما ذكرته وذكرت بعض المنصات الكبرى، أعتقد أن أوقات ما لا يتفهموا مدى قوتهم وما تستطيع أن تفعله إجراءاتهم، ولذا نحن لابد أن يكون إذن تفهم لهذا ولتحمل مسؤولية من مجتمع إذن الأطراف، لأن في النهاية تأثيرهم واضح. وكذلك هذا جانب للتنوع، فإذا كان نظام الابتكار يمنع من التعددية فإن مستقبلنا في خطر. هذا ربما يجاوب جزئية لسؤالك. فهناك أسئلة حول بعض الولاءات السياسية، وأنا أعتقد أن هذه كما قلنا الشروخ في القمة إذا لم نكن حريصين ستؤدي إلى القاعدة، لذا أعتقد أن بعض الأشياء لم تحدث لابد أن نكون مسؤولون لهم، مثل هذا الحوار حول إذا نطاق عالي المستوى إذا كان الوصول إليه لم المحدود. هذا يأخذنا بالطبع في أرى في مجالات بالغة الخطورة ويصلنا لم نمشي في هذا المسار، وهنا قضايا أخرى لها ديناميكية، ومن ثم هي موقف البيضة والفرخة. فعملية السيادة الرقمية هناك استجاباتي أو أشياء أخرى، ومن ثم مرة أخرى لابد أن نكون حريصين أن هذه الديناميكية لا تتعدى مجال معين بحيث التجزئة لا تصبح جزء من الإشكالية. وكما هناك كلام الآن بالإيراني ولا توجد ترجمة للإيرانية، فالأسئلة الخاصة من زميل الإيراني، أعتقد أن منظور سألت كيف ستنعكس على مناقشات الاتفاق العالمي، فكل أعضاء الأمم المتحدة سيشارك في الحوارات، فالجميع سيكون له الفرصة أن يذكر وجهة نظري ويشارك في ما يقترح ليكون وثيقة عالمية. وأنا أرجو أن تنتهي بتناول القضايا التي تم طرحها في مناقشات اليوم والمثير للاهتمام والقيمة، فشكرا لطرح هذا بطريقة جيدة. شكرا. شكرا جزيلا وشكرا جميعا للمداخلات الثمينة المختلفة، فهذا
ليس بنهاية المناقشات حول التجزئة، وهناك الكثير من التأثير، وهناك من التصنيفات لهذا الحوار، وأشياء مثل السيادة وأشياء أخرى نسمعها في الجلسات، كانت بعض القضايا حول الثقة، ولكن سأضيف عملية هذه الالتزامات المنفزة حول الأجيف وكثير من الأشياء التي جعلت الإنترنت ما هو اليوم. لذا أود أن أشكر جميع لحضور هذه الجلسة، وأعتقد أن خطة الجلسة تعزيزي أن المداولات مفتوحة حتى بداية العام القادم، وهذه أحد الموضوعات الأساسية. وشكرا، فلترسلوا مساهمتكم لذلك. شكرا جزيلا، وتستمتعوا بالغداء. شكرا جزيلا.